بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة. أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية، قناة إنجليزي ابتدائي عند إعدادي مع ميس هناء السمان. إن شاء الله نرجع بلقائنا مع طلبة الصف الثاني الثانوي، مستمر أكثر من جمعة 2023، الوحدة السادسة، الدرس الثالث والرابع. النهاردة إن شاء الله هنكمل معاك الجزء الثاني من الفوكابلري. طبعًا خلينا الدرس الأول كان أول الثاني كان فيه فوكابلري شفناه، ودي الثالث والرابع فوكابلري إن شاء الله نشوفه مع بعض. بداية على صفحة 330، سمعوا على بركة الله، بنأكد على براكتس ممارسة الفوكابلري إكسرسايز، تدريبات الفوكابلري، ريمبرينج تذكر، أندرستاندينج فهم، ابلاين تطبيق، انلايزنج تحليل، ايفالوتنج تقييم، كرييتنج ابداع، والمفردات المفتاحيه كي فوكابلري، مفردات اللي في ريدنج في ليسننج لانجويج اند ورك بوك فوكابلري. اسمحيم على بركه الله نبدا اول جمله بشوز بقول لك فيها ذا تو نيبرز الجارين، الاثنين الجيران يعني مالهم يا عم كذا اوت ده حرف جر عايز انت فعل اوفر ذا بليس تو بارك ذير كارز على المكان اللي هيركنوا في العربيات، يبقى الناس دي وقعت في بعضها بقى. بقول لك ايه حاجه اسمها فيل اوت، فيل اوت معناها اختلفوا اتخانقوا مع بعض يعني. كروست معناها عبر، وعندي بيكيم اصبح، وروز جايه من ريز، ريز روز بعد كده رايزن، وعندك هنا هو بمعنى تشرق او ينهض من فراشه وما الى ذلك. طيب نروح الجمله الثانيه، ويجيب لي فراغ اون ويل انف، اون ده حرف جر برضو عايزين له فعل، انف هنا بمعنى بدرجه كافيه. But we are not really close friends، ولكننا لسنا أصدقاء مقربين. يبقى هم إيه هنا هو؟ الاثنين دول إيه؟ give يعطي معنى حرفي، get يحصل على معنى حرفي، take يأخذ معنى حرفي، وجوز معنى حرفي. عندك حاجة اسمها get on well، get on well بمعنى بيتعاملوا مع بعض بطريقة جيدة. يعني الناس دي العلاقة اللي بينها علاقة طيبة وجيدة وكل حاجة، لكنها ليست علاقة الأصدقاء القريبين جدا من بعض اللي بيقول عليهم close. تمام، نروح الجملة التالتة بيقول لك فيها، حرك الشاشة شوية بس عشان الصورة تبقى ظاهرة بطريقة أفضل. يقول لك فيها they were friends، هما كانوا أصدقاء in college في مرحلة الدراسة الجامعية. But then they moved to different cities، انتقل كل واحد منهم لمدينة مختلفة and كذا touch، كده بقى التواصل بينهم فقد. يبقى نقول replaced استبدل، removed أزال، stayed بقي أو ظل، ولا lost تاتش فقدوا عملية التواصل فيما بينهم. أربعة the young man spent a couple of days، الشاب الصغير ده قضى يومين كذا out with his old friends مع أصدقائه as part of their vacation كجزء من الأجازة. طيب يعملوا إيه بقى؟ changing المعنى الحرفي ليها يغير hanging، ترجم لك معناها بعد ما أخدها إجابة خلاص خدتها، returning معناها يرجع او يعود، moving معناها ينتقل او يتحرك. لما اقول hanging out معناها يتسكع، يعني ايه تسكع؟ يعني تعرف الشباب بقى يطلعوا ويتفسحوا والدنيا دي، يعني خليها في الاطار ده. خمسه بقول لك فيها we were surprised، احنا كنا مندهشين. طيب when there لما ايه؟ كمل happy marriage الزواج السعيد بتاعهم ended after only 2 years انتهى بعد سنتين. طيب ايه بقى؟ unlikely من غير محتمل، unfortunately معناها لسوء الحظ، untruly معناها غير حاجة غير حقيقية أو غير صحيحة، وعندي apparently معناها بوضوح. قال لك إحنا كنا مندهشين جدا لما جوازهم اللي كان واضح عليه جدا السعادة والدنيا دي كلها للأسف انتهى خلال سنتين. ستة بتقول ده جايب لي فراغ on the picture says كذا إلا على الصورة بيقول، خليه مهم أوي حتة picture، this year's contest winners دول الفائزين بمسابقة هذا العام. طيب ده كده ايه ده؟ ده كابشن، كابشن يعني تعليق على صورة، ولا تايتل عنوان مقالة جريدة، سب تايتل ده تايتل العنوان الرئيسي، سب تايتل عنوان فرعي، وعندي ادرس العنوان اللي انت ساكن فيه. خلاص انا خدت كابشن، وده اللي هو التعليقات اللي بتتكتب على الصور. سبعة it's not advisable to، مش من المنصوح بيه كذا with other people مع الاخرين about your personal life عن حياتك الخاصة on the internet. ماشي مش محتاجة ترجمة والله، يوم ده انترنت يعني. فايت معناها شجار، تشات الدردشة، كوارل بمعنى نزاع أو يتنازع يختلف، نوع من أنواع
عدم التوافق، وعندي ريفرس. ريفرس ان انت بقول لك ده باتن موجود في الكاسيت عندك او جهاز انت بتشغل فيه الاسطوانات والحاجات دي، بيعيد تشغيل الاغاني والحاجات دي تاني. ده كان موجود في الاجهزه القديمه اللي كانت عليا من احنا بقى. طيب تشات، ان انت تدردش بقى، اوعى تدردش مع الناس على الانترنت عن حياتك الخاصه. خلينا جمله 8 عنوان الصفحه بتاعتنا، كان يو هكذا، لسه الكلام مش باين، هو ده سؤال ماشي. The number of guests، عدد الضيوف، who will come to the party، طبعا المفروض تبقى party ناقص هواي. طيب اللي هتيجي الحفله، can you think the number، think معناها اعتقد، guess يخمن، this agree لا اتفق، agree يتفق او وافق. can you guess، تقدر تخمن عدد الناس اللي ممكن تيجي تحضر الحفله. تسعة بتقول as a teacher، كمعلم، I never، أنا عمري ما كذا، كمل، my students questions، أسئلة بتاعت الطلبة بتاعتي، even if they seem to be unimportant، حتى لو كانت يبدو عليها أنها غير مهمة. طيب assist المعنى الحرفي ليها يساعد، أنت عندك كلمة assistant معناها مساعد، welcome معناها يرحب بيه، ignore يتجاهل، وعندي apply يطبق. المدرس ده بيقول أنا كمعلم أنا عمري ما تجاهلت أسئلة طلبتي مهما كانت، يعني يبدو للآخرين إنها أسئلة غير مهمة. إجنور يتجاهل، الإجابة الصحيحة في الجملة 9. الله، عمال تحركت الشاشة مستر وأنت بتتكلم يا سيدي، مش مشكلة، وصلنا للجملة 10. One of the ways to، واحدة من الطرق لكذا، كمل، your English، الإنجليزي بتاعك، is to any practice it with your friends at school، إنك أنت تمارسه مع زملائك في المدرسة أو أصدقائك. طب prove معناها يثبت أو يبرهن، ريموف معناها يزيل، موف معناها ينقل شيء او يحركه، وعندي امبروف بمعنى يحسن، وهي اجابه الجمله. 11 بتقول grandfather suffers from a weak، الجد بيعاني من ايه ضعيف؟ due to، بسبب، his age and illness، السن والمرض، ربنا عارفين. طيب سوفونير، هديه تذكاريه، anniversary ذكرى سنويه، ميموريال النصب التذكاري، وعندي ميموري بمعنى الذاكره. يبقى الجد بيعاني من ذاكره ضعيفه، سببها السن والمرض، ربنا عافيه. 12 بتقول ده كوندكتور، كوندكتور معناها كومساري، اللي هو الشخص اللي كان موجود زمان في الاتوبيسات بيقطع تذاكر وحاجات زي كده. طيب ذا كوندكتور سيد ذات وي ستيل هاد، احنا لا يزال عندنا ايه، كمل، اوف تايم، من الوقت، بيفور ذا ترين ليفت، قبل القطار ما يغادر. كلمه كواليتي معناها جوده، اكاونت معناها حساب، اماونت معناها مقدار، adjective معناها صفة. عندنا amount of time، عندنا مقدار من الوقت كويس قبل القطر ما يتحرك. 13 بقول لك فيها بريزنت السادات، رئيس السادات الله يرحمه، was respected، كان ايه، محترم بقى، ايجيبشن مصري، جه فراغ، who made great achievements بمعنى حقق انجازات عظيمة. طب كان ايه السادات الله يرحمه؟ كان اوفيسر، كان ضابط، ولا ليدر قائد، ولا دبلومات دبلوماسي، ولا سكرتري؟ كان ليدر، لان هو كان بيحكم مصر، يبقى ده بنقول عليه قائد ليه الدولة الله يرحمه. في 14 دونت تراي تو، اوعى تعمل كذا، ما تحاولش كذا، ايه يا عم كمل، اب يور فون، التليفون بتاعك، وايل توكينج تو ا فريند، اثناء ما تكون بتتكلم مع حد صديق يعني. طب بتعمل ايه التليفون بقى كذا، اب دي ايه، هولد، هولد اب جا بمعنى إيه؟ تعلق الخط وخليك معايا الخط يعني. ريز ليها اكتر من معنى، لو جبناها مع الفلوس يبقى يلم تبرعات، ولو قلت ريز يور هاند يبقى كده ترفع ايدك، ريز سالري بتزود مرتبات، حاجات كتير يعني. موف معناها يحرك، وعندي بيك بمعنى يلتقط او يمسك حاجه. والاوعى تمسك التليفون، ما تمدش ايدك على التليفون لما يكون بتتكلم مع حد، يعني من غير يعني، حاجه مش لطيفه انت تكون بتتكلم مع حد وتبقى مشغول في التليفون، حاجه مش كويسه، وللاسف بدات تنتشر اليومين دول بين الشباب كتير قوي. تبقى انت كده قاعد مع ولادك ولا حاجه، وتلاقي ايه كل واحد فيهم ماسك موبايل وعايش في دنيا تاني وانت بتحكي مع نفسك. طبعا الحكايه دي بقت مش كويسه جدا يا شباب، يا ريت الله يخليكم تاخدوا بالكم منها، لان الحكايه دي يمكن انتم مش تكونوا مش واخدين بالكم منها، بتاثر انت قاعد معاه، بحس ان انت مش مهتم بيه، مطنشه يعني بلهجتكم انتوا. في ده وغير كذا، between Arab countries، كذا ما بين الدول العربية، should always be strong، لازم تكون قوية. ليه يا عم؟ because they have common enemies، لأن الأعداء لأن لهم أعداء مشتركين. يبقى كده في debate مناظرة، ولا relationship علاقة، ولا argument، argument بمعنى جدال.
ولا كبار النزاع؟ لا، كده بقى الريليشن شيب، العلاقه ما بين الدول العربيه كلها لازم تكون متقاربه جدا، لان او قويه تحديدا، لان اعدائهم واحد. طب نروح الجمله رقم 16 على الصفحه اللي جنبها. مستر سامح has always dreamed of. الاستاذ سامح دائما ما كان يحلم به وجاء في فراغ and to work and stay with his son، انه يقيم و ويبقى ايه، يعمل مع ابنه who lives in America، اللي عاش في امريكا. الراجل ده بيسعى لايه؟ reunion، اعاده الاتحاد، مع يعني يرجعوا يتحدوا تاني مع بعض، الاسره تتلم شملها زي ما بيقولوا باللهجه المصريه، ولا separation اللي هو ان انت تعمل فصل ما بين الاشياء، ولا migration هجره، ولا invitation دعوه، reunion بمعنى يتلم الشمل من جديد. ودي اجابه الجمله 16. وصلنا exceptions phrases prepositions derivatives synonyms and antonyms. والجملة 17 هي البداية. بباد وذر، الطقس السيء، روند ذا بارتي، دمر الحفلة. دمر معناها وقفها، لأن الحفلة دي شيء معنوي مش مادي، مش بيت تقول أنت دمرته بمعنى عملت له انهيار، لا، يعني المقصود بيها إن الحفلة إيه، وقفت خلاص كده. طيب ذا فيرب رون، هنا الفعل رون، رون إحنا قلنا معنى يدمر، كان بي ذا أوبوزيت، عكس إيه؟ عكس إيه في اللي جاي؟ ديستروي معناها يحطم، أورجنايز معناها ينظم، يعني أنت تدمر حفلة معناها تخربها تنظمها، يبقى ده العكس. طيب ده مش معناها يتلف، وعندي ديستراكت بمعنى يشتت الانتباه. خلاص اخذنا اورجنايز بمعنى ينظم، اجابتنا في الجمله رقم 17. 18 دي فوتوغرافز بروت، لسه الكلام مش باين، الصور اللي كمل ميني بليزنت ميموريز. يبقى الصور بروت، يبقى الصور بروت باك، بمعنى ان الصور اللي هم بيتفرجوا عليها ده هي اعادت الى الذاكره او الى الذهن. عايز اقول لك يا ده، الصور دي رجعتنا لايام زمان، فكرتنا بحاجات، اهي هي دي بقى. في 19 سوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، ويب سايتس، المواقع اللي هي مواقع تواصل اجتماعي، هيلب يو، بتساعدك على كذا، يور اتنشن، اهتمامك، اون يور فريندز افيرز، بشؤون اصدقائك. طب لوز، يفقد، كيب بمعنى يحفظ، مس، يفوت كذا، وهاف بمعنى الحرف ليها يمتلك. هنقول keep your attention on بمعنى ان انت تحافظ على انتباهك واهتمامك بشؤون اصدقائك اللي انت معاهم على هذه المواقع. الجمله 20 بيقول لك فيها despite her problems، بالرغم من مشكلتها، she carried on working. carried on working معناها continued working، استمرت في العمل. طب استمرت في العمل ايه بقى؟ usual، ايه حرف جر يجي معاها؟ هنقول لك كالمعتاد، يعني عندك as usual، إن ما تنفعش، ما ينفعش ولا unusual ولا at ولا on. في 21 she's always arguing، هي دايما كلمة، لما أقول لك argue ليها أكتر معنى، لو قلت argue for بمعنى يتجاهل، بمعنى ينادي بكذا، ماشي، لما أقول argue for women's rights مثلا بمعنى تنادي بحق المرأة، لو قلت، لكن لو قلت argue with her sister تتجادل بقى، مختلفين زي ما بيقول، هما الاثنين مختلفين، هي واختها على ايه بقى؟ about sharing their clothes، على الملابس، خدي فستاني مش عارف، في مصيبه في الحته دي. فالدنيا وش، ذا سكول باص جوز، اتوبيس المدرسه، ماشي، جوز ايه؟ المعنى الحرفي جو، يذهب، اصبر شويه. من السفنس هاوزز، العديد من المنازل بتاعت الطلبه، اون ذا واي تو سكول، يبقى كده بيعدي من قدامهم يا باشا، يبقى جوز باست، يمر من امام، الاتوبيس بيعدي من قدام البيوت بتاعت الناس، ما ينفعش فور ولا انسايد ولا انتو. في 23 the scientist had never been greatly concerned with her. الساينتست العالم عمره ما كان مهتم بهير ايه؟ الله، بهير ايه؟ appear يظهر، appearance مظهر، appear الظاهرة، apparent معناها واضح. العالم عمره ما اهتم بالappearance بتاعه، عمره ما اهتم بالمظهر، لان يهمه الجوهر والمعلومات التي لديه. 24 a teacher should never make his students feel. المعلم الجيد لا يجب انه يجعل ابناء طلبته يشعروا بايه؟ feel ايه؟ ignore يتجاهل، ignorance التجاهل، ignoring اللي هي تجاهل برضه، واخده شكل ايه؟ الجرنت. وعندي ignored، كلمه ignored معناها طبعا دي صفه للمفعول به، ان هم يشعروا بان هم تم تجاهلهم، تمام؟ وignoring اللي قبلها بمعنى متجاهلا لكذا، تمام، جاي من الفعل ignore زي ما قلنا، واخد شكل الجرند.
يبقى المعلم الجيد هو اللي ابدا ما يخليش الطلبه بتوعه يحسوا ان هم متجاهلين، انت بتتجاهلهم زي ما بيقولوا. 25 The book includes helpful hints. الكتاب يتضمن hints، عايز اقول لك زي ما احناها بالعربي كده نصائح. الكتاب فيه مجموعه من النصائح تمام for inexperienced cooks، للطباخين اللي ما عندهمش خبره. طيب the word hint، احنا قلنا hint نصيحه، is a synonym، تيجي مرادف ليه بقى؟ forecast تحت النشره الجويه دي والتنبؤ والكلام ده، وعندي reserve بمعنى يحجز، ولا conservation بمعنى المحافظه على البيئه والحاجات زي كده. كلمه prompt بمعنى التذكره، تذكره مش معناها تذكره بتتكتب بيها مواصله، لا بمعنى نقاط تذكير يعني، او تقدر تعبرها ان هي نوع من انواع النصائح، الحاجات اللي بيلقن بيها حد بيحث على حاجه معينه، هذا المقصود بكلمه برومبت، وهناخدها هي اجابه لجمله رقم 25. نحرك الشاشه عشان نخلي المجموعه الجديده تظهر قدامنا، وهنا هنبدا نختار اجابتين من كل 5 اجابات متاحين مع الجمل اللي جايه. الجمله رقم 26 هي البدايه، فيها هي بيجان تو لوز هيز ميموري، بدا يفقد الذاكره بتاعته از هي جرو اولدر، لانه بدا يكبر في السن. السينونيمز المترادفات لكلمه ميموري، ميموري معناها ذاكره، عايز كلمتين يسووها، ريمبرانس معناها تذكر، سوفونير هديه تذكاريه، ميموريال النصب التذكاري، امنيزيا فقدان الذاكره المؤقت، وعندي ميمورايزيشن معناها الاسترجاع او التذكر، زيها زي كلمه ميموري بالظبط. يبقى كلمه ريمبرانس تذكر تديني ميموري، وعندي ميمورايزيشن برضو تديني ميموري، الاثنين سينونيمز لنفس الكلمه. 27 The doctors fear that our grandfather's health. الأطباء بيخشوا، يعني خايفين إن الصحة بتاعت الحالة الصحية أو الوضع الصحي للجد والإيه؟ هيحصل له إيه بقى؟ worse، worse بمعنى أسوأ، as he is very old، لأنه متقدم جدا في السن. طيب يا ترى will become بمعنى سيصبح، ولا turn يتحول، ولا get، ولا فول، ولا بيك؟ ده انا عندي اكتر من كلمه، هقول ينفع اقول become worse تمام كده، وينفع اقول get worse، لان هم دول الصيغتين اللي ينفع ايه بمعنى يصبح اسوأ. ما ينفعش اقول turn معنى الحرف ليها يتحول، او فول بمعنى يسقط، او بيك بمعنى يلتقط. انا هحكي شويه بس عشان رقم الصفحه يظهر بطريقه اوضح، صحيح لو انا هيختفي بس ايه المعلومه لسه موجوده. I usually buy my clothes، أنا عادة بشتري ملابسي at the shopping A، من إيه اللي له علاقة بالشوبينج؟ near our house جنب البيت بتاعنا، because of the variety of shops in it، بسبب تنوع المحلات اللي داخله. يبقى أنت بتشتري من مكان كبير، المكان ده إيه بقى؟ ثياتر، مسرح، فارماسي، صيدلية، جيم، ولا مول، ولا سنتر؟ المول ينفع والسنتر ينفع، يبقى بيجيب من شوبينج مول اللي هو المول بتاع التسوق، او مركز التسوق بكلمه سنتر. في 29 ذا بلاير، اللاعب قبل الفراغ، كولد، كولد معناها نزله البرد. اند هي ميست وفات تو ذا فاينل ماتش، المباراه النهائيه استضيف بالامس. طيب يبقى ايه بقى؟ لوست ا كولد، ولا هاد ا كولد، ولا كوت ا كولد، ولا تريتد، ولا كيورد؟ اقول هنا هو عندك هاد ا كولد معناها اصيب بنزله برد، زيها زي كوت ا كولد. في 30 don't get too close to the fire، ما تقربش زياده عن اللازم من النار تمام. طيب the antonyms، عايز مضاد للصفه close، كلمه close معناها قريب جدا من الشيء. طيب عايز عكسها، عكسها near، طب ما near زيها زي close. طيب far معناها بعيد، happy معناها سعيد، distant معناها بعيد او نائي، وعندي nearly بمعنى تقريبا. close عكسها distant وعكسها far. كده شويه كومنتات اللي بالفوكابلري اللي كان جاي على الدرسات 4 من الوحده السادسه، لكن ان شاء الله تدريبنا مع كلام تنتهي بقى، ان شاء الله تظن بالمزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه، استاذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.